مرحبا وأهلا وسهلا فيكم والسلام للجميع. اليوم نحكي عن مدينة ثالثة فتحت ذراعيها للمهاجرين ببرنامج الـ Northern and Rural Pilot Project اللي هو أعلنت عنه الحكومة قبل عدة أشهر في الصيف الماضي. خليكم معنا خليكم نحكي عنها. هذا الفيديو برعاية مكتب عمرو لخدمات الهجرة. مكتب عمرو لخدمات الهجرة مرخص من قبل الحكومة الكندية ومختصون بجميع قضايا الهجرة والزيارات إلى كندا. اسم هاي المدينة سالوت سانت ماري، موجودة في مقاطعة أنتاريو في أقصى الشمال الغربي حوالي 7 ساعات بالسيارة عن مدينة تورونتو، على حدود أمريكا بحدود مقاطعة ميشيغان، ومنطقة تعتبر جيدة ليست بالسيئة. في قريب منها جامعات. سالوت سانت ماري تقريبا عدد سكانها أكثر من 70,000 نسمة، حوالي 80,000 نسمة تقريبا. مدينة رخيصة جميلة جدا، عليها واقع على بحيرات ونهر، فالمنطقة جميلة ورائعة جدا للناس اللي بحبوا يرتاحوا ذهنيا. المدينة فتحت أبوابها حديثا قبل أيام وبدأت في موضوع البروجكت اللي حكينا عنه. الحلو في هاي المدينة إنها أكبر من المدينتين اللي حكينا عنهم سابقا في مقاطعة مانيتوبا اللي هم ألتونا وموردن. وإذا ما عندكم هذه الفيديوهات راجعوها على قناتي، حط لكم اياها في الديسكريبشن تحت. الان كيف نقدم للمدينه هاي؟ اذا رجعتوا الفيديوهات السابقه تبعت موردن والتونا نفس الطريقه ونفس الاسلوب. البروجكت هذا اللي بصير انك لازم تلاقي وظيفه عمل وتكون حابب تستقر في هاي المدينه ويكون معك الايلت المناسب اللي طالبينه هم، اللي هو من 5 إلى 7 حسب الوظيفة، زائد آخر شيء يكون معك معادل للشهادة والمبلغ المطلوب. طبعا زي ما حكينا المبلغ المطلوب في هاي المناطق أقل بكثير من اللي مطلوب بالفيدرال. الآن الخمس شروط هاي إذا توفرت فيك بيكون الموضوع سهل. 4 شروط لازم تشتغل عليها بنفسك، إنه هم تعمل معادلة شهادتك من الويس WES لأنه هاي تعتمدها هاي المدينة. الشغلة الثانية إنه يكون معك المبلغ المالي. المبلغ المالي مش مطلوب كتير، من 10 إلى 20,000 دولار كندي لازم يكون موجود في حسابك. في بعض المدن والمقاطعات ممكن تقبل إنه يكون عندك سيارة تقدرها أنت بثمن عشان تدخلها، ممتلكات يعني من مقدار هذا، مش بس مبلغ مالي كاش. الشغلة الثالثة انك تقرر انك تعيش في هاي المدينة، فبفضلوا انه ما يكون عندك اقارب خارج هاي المدينة عشان ما تروح تنقل عندهم. والشغلة الرابعة اللي لازم تشتغل عليها اللي هو الايلس، لازم يكون عندك من 5 إلى 7 في الايلس. الان الشغلة الاخيرة اللي نحكي عنها اللي هي ايجاد فرصة عمل. طبعا في هاي المدينة بما انها كبيرة فيها موظفين كتار وفي وظائف عمل مختلفة. الآن أنا هحط لكم الموقع تحت، بس إذا بتدخلوا على الموقع في الأعلى في immigration، تنزلوا على immigration بتضغطوا عليها immigrate، بتضغطوا عليها بتلاقي ruler northern pilot project، بتضغطوا عليها بتطلع لك عدة وظائف. اقرأ الوظائف كويس. إذا لقيت وظيفة بتتناسب مع عملك لازم يكون عندك خبرة فيها على الأقل 1 إلى 2 سنين في السنوات الخمسة الماضية full time job. إذا لقيت هاي الوظيفة وعجبتك بتصير أنت تتواصل مع المدينة والمشغل، تبعت له CV. CV لازم يكون بالطريقة الكندية يا جماعة. موضوع CV في الطريقة الكندية سهل جدا، بس اعمل على جوجل CV Canadian Template، CV Canadian Template راح يطلع لك التمبلت. بيختلفش اختلاف كبير عن CV في باقي الدول. احنا ما بنحط الصورة، ما بنحط الديانة، ما بنحط الجنسية مثلا، كل هاي الأمور ما بتحطها عشان ما يصير تفرقة عنصرية بناء على هذه المعلومات. تتواصل مع الشركة، بتحاول تتواصل مع المدينة،
بتبعت لهم كل الاوراق، جهز اوراقك من الان، لانه اذا ما مشت معك في هاي المدينه ممكن تمشي مع مدينه ثانيه. حاولوا تشتغلوا على الايلتس، وان شاء الله رب العالمين بتجيبوا لنا اخبار كويسه، بتيجوا على كندا وبتعطونا الحلوان. والسلام. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.